انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه هنا جدا. الفريق كامل بيحكي الموضوع، ف مش هو دي اللي احنا ممكن نوصل بها للناس احنا عملنا ايه، ومش الهدف ان احنا نوريهم احنا بنعمل ايه، لكن نوريهم ان الرؤيه عشان تتحقق ورا منها مش بس افكار ولا جهد، لا ده حاجه كتير على بعضها. ونرجع التاريخ نقول ايه، احنا الجزء الاولاني من المينا اللي كان موجود استمر على كده بدون تغيير 25 سنه بالظبط يا فندم. طيب انا بس بقول كده ليه، لان انتم مهم قوي تبقوا عارفين ان تحويل الدوله من حاله لحاله تانية وعشان تاخد مكانها وتستفيد من موقعها لابد من بذل جهد، مش جهد تخطيط، لا تنفيذ، وارقام كبيره جدا من الاموال تضخ هنا. بدليل ايه؟ ان المسار اللي كان موجود قبل كده، احنا طرحنا مينا السخنه قبل كده الجزء اللي هو الاولاني ده لمستثمر يعمله، صح كده؟ تمام يا فندم. وبالتالي واتعمل والحقيقه ده اتنفذ، لكن تطوير المينا عشان اللي احنا نعمله كدوله ونحققه ده كدوله، كان لابد ان الحكومه تخش تبتدي تعمل برنامج ضخم جدا في بناء قدرات حقيقيه لاستفاده من موقعنا اللي احنا بنتكلم عليه. المينا اللي بيتكلم عليه كامل اللي بتحول من عشان نضيف له 10 12 كيلو ارصفه، 18 كيلو ارصفه تاني، ده في كام سنه؟ في كام سنة؟ بدأ في كام سنة ستك؟ في أقل من سنتين. خلوا بالكم. فأنت بتضغط على نفسك وبتضغط على مواردك عشان تعمل كده. بس أنت مضطر تعمل ده عشان تحط نفسك على خريطة بتقول فيها إن الدنيا بتتغير، وبتقول فيها إن في محاور بتخلق أخرى، ومن حق الناس كلها إنها تطور وتستفيد من موقعها. ومش بس من موقعها ومن قدراتها. أنا عندي قدرات مالية وعندي فوائد، من حق إن أنا، مش أنا مصر استخدم، أنا أي إنسان، أنا أي دولة. طب إحنا هنقعد من غير ما نتحرك ونسيب بلدنا ونسيبها كامل؟ بلدنا. أنا كان ممكن هو كامل بيقول كده، ما هو ده الفكرة وخلاص كفاية، لكن إحنا لازم نقول ليه ونشير ان 25 سنة ما زودناش. طب هي في عمر الدول حجم التطور يقعد بال 25 سنة؟ لا طبعا. طيب وكمل قال ايه، احنا زودنا 4 مليون متر، مش كده؟ تمام يا فندم. كم منهم على البحر؟ كلهم على البحر. انا بقول كده عشان بس افكر، مش افكر كامل، ان الحتة دي والحتة دي ما كانتش موجودة قبل كده خالص، مش كده؟ تمام يا فندم. طب بكام المتر؟ كأرض؟ اه لا يقل عن 3000 ل 4000 دولار. طيب في كام متر؟ 4 مليون متر. في 3000 بكام؟ يبقى شاتك تقريبا 12 مليار. بالمناسبة ده اللي الكركات والعربيات، ايوه فندم، اللي شالته من هنا وجابته هنا بالظبط كده، بدل ما نرميه بره او نرميه، انا اسف، في عمق البحر الاحمر، صح كده؟ ايوه فندم. لما اتطرح الموضوع عليا قلت له كمان ما تعملوا ارض، انا قلت صح يا فندم، مش قلت كده؟ تمام يا فندم. طيب يعني بتقول انك تضيف 5 6 مليار دولار، مش 12 بقى، نص الرقم. طب انا عملت ده كله بكام؟ كل ده يا فندم ب 60 مليار جنيه مصريين. ماشي، يعني ال 5 مليار مش ال 12 أنا جبتهم؟ أيوة فندم. أنا جبتهم بالطريقة ديت؟ ده أنا جبتهم بطرق أخرى كمان. واحد، المسار اللي إحنا مشينا بيه 25 سنة كان مسار جيد، لكن في كمان حاجات ممكن تبقى أكتر من كده. اتنين، إذا كنا عايزين نستفيد من موقعنا الجغرافي اللي هو موجود وعلى محور شريان رئيسي للتجارة العالمية، بيشيل 12 13% من التجارة بتعدي من قدام مننا. طب أنا بعمل إيه؟ قاعد بقالي كتير سنين كتير اتفرج على ده وساكت. وانا ما اقصدش باللي انا بقوله ده
ان انا يعني اتهم اي حد. لا 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 والله. لكن لما جت الفرصه بن ايه؟ نعملها. بنعملها. الكلام ده اتعمل هنا، ونروح على البحر المتوسط تلاقوا جرجوب زيه، وتروح على البحر المتوسط تلاقوا اسكندريه اللي احنا بنتكلم فيه زيه، وتروح على البحر المتوسط تلاقوا ابو قير اكتر منه، صح كده؟ سيادتك جاي كله. ما انا عارف. انا بقول عشان بس الصوره تبقى واصله للمهتم وللناس اللي في مصر تعرف ان المهم، المهم ده، ده المستقبل. كان في شاب في البحيره امبارح بيقول لي انا عايز اطمن على بكره بتاعي. قلت له صحيح، كل اللي بنعمله مش عشان احنا لبكره، مش عشان احنا الشباب وبكره، عشان ولاد مصر واحفادهم ان شاء الله. ف احنا كان نفسي ان احنا نقول خلاص ال 80% دول، ولا خلاص احنا بنفتتح ونشوف المينا زي مينا السخنة يعني، اللي هو بقى مينا عالمي. سيادتك بعد سنة من النهاردة، وانا بقى حياتك قدام كتير، كل بعد سنة سيادتك هتلاقي محطة هناك شغالة زي اللي سيادتك هتشوف سيم ايه النهاردة كتير. اللي هو ما هو سيادتك اللي انا خلصت، ولكن هاتشسون عايزة سنة عشان تعمل البنية الفوقية اللي انا طيب عملتها في ست شهور هنا. طيب. ولكن هم ده الناس لهم طبعا نظامهم. طبعا طبعا انا بقول على كل حاجة. ادي اول نقطة كان مهم ان انا وكامل بيتكلم ان انا يعني ادردش معاك فيها. نقطة تانية مهمة تعرفها، احنا قبل كده كنا بنعمل نقول للمستثمر خش اعمل الحاجة ونديله صرف مش ايه؟ اي فندم. فلما صرف بياخد حق انتفاع. حق انتفاع. احنا ما عملناش كده في النموذج ده. النموذج ده احنا قلنا لكل الناس احنا هنعمل حاجتنا ونطرحها تيجي تشغلها، صح كده؟ تمام يا فندم. وندي الفرصة للجميع. ليه؟ لما انا كنت بطلب من مستثمر واحد او مستثمر اقنعه ان هو يجي ويشتغل ويعمل الحاجة شيء، وان انا اقول للناس انا عندي مكان جاهز للشغل حاجة تانية، صح كده؟ تمام يا فندم. فاحنا اللي احنا عملنا لا، مشينا بنموذج تاني. مكلف علينا. ايه؟ مكلف شوية. مكلف علينا شوية، ولكن في النهاية بقيت ادي الفرصة لمشغلين اخرين ان هم لو كانوا مهتمين ان هم يجوا هنا يتفضلوا. وده اللي حصل. الكلام ده هتلاقوه في اسكندريه، وهتلاقوه في ابو قير، وهتلاقوه في العريش، وهتلاقوه في جرجوب، مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم. وهتلاقوه في السخنه.